تشرح ونكتب على السبورة. أحمد برز أحمد شيل هذا الكرسي. تعرفون الأورال كافيتي شنو معناها؟ الأورال كافيتي هي عبارة عن مويست وورم شنو؟ مويست وورم بليس فور ذا ديفرنت مايكرو أورجانيزمز. مويست معناها شنو؟ اكو محيط يلزمها اللي هو منو؟ سلام. والمايكرو أورجانيزم هل هي من نوع واحد أو من جروب واحد؟ لا. هي من different groups، يعني ممكن تكون gram positive, gram negative, actinomyces, yeast, rods, different types. قبل من درسنا كانوا يقولون the mouth contains more than 100 types of microorganism. بعدين إيش قالوا more than 200 types of microorganism. Nowadays it's more than 700 types of microorganism. Including gram-positive, gram-negative yeast, actinomyces, and others. زين؟ إذا عندنا different group. كلها موجودة وين؟ السلايفة هو الانفايرمنت. والانفايرمنت هذا warm. ليش warm؟ حتى يكون able to survive the microorganism in its place in the mouth. من هو الجزء المتغير ومن هو الجزء الثابت بالماوث؟ نعم. لا لا، من هو الجزء الثابت اللي راح يصير عليه الاكيوميليشن ومن هو الجزء المتحرك؟ التوث هو الثابت. شو نسمي؟ نقول عليه نون شيرينج بارت ان ذا ماوث. بينما الشيرينج منو؟ الميوكوز. الميوكوز الموجود اللي هي التانج اللي هي التشيت تستخدم الميوكوزا. هاي شو يصير فيها؟ تسقط وصير بيها نعم يصير بيها new type of lining. بينما التوث نفسه لا، هو non shedding part of the mouth. بس نجي التوث surface as well as dental plaque constantly encounter different challenge from food intake. من اللي راح يغذي هاي microorganism في المعروض؟ الفود. زين هو كل نحن ناكل فود، بس ليش بعض الناس عندها more microorganism than others؟ عزب الكلينيك اكو ناس تفرج اكو ناس ما تفرج اكو ناس الفود مالتها يحتوي على التف والخياب والاشياء اللي هي تنظف، بس هو مثل ما يفرج هوايه، بس عنده less microfilm biofilm than other people. بعد عامل اخر شنو؟ التايب اوف ذا فود. ناس عندهم frequent intake of sugars. Frequent intake of sugars. يعني كل ساعتين ثلاثة ياكلها شوكليتة، شرب له شاي حلو، العصر أكل كليتة ويا الشاي، بالليل قبل لا ينام أكلها تقطعة كيك، هاي شو نسميها؟ frequent use. بينما هو المفروض شو وقت ياكل الشوغرز؟ بعد الأكل. ليش بعد الأكل؟ لأن راح يفرج. يعني هو المفروض بعد الوجبة راح يفرج. فيبدأ يتريق الصبح ياكل في قطعة كيك ويفرج وراها خلاص. الظهر يقدر همينه ياكل وياكل قطعة فتشي حلا يريدها وبعدين يفرج. قبل النوم أبد ما نشجع على أكل السكريات لأنه الماوث بالليل راح يصير دراي. من يصير دراي راح يصير شنو؟ good place for colonization of bacteria. خلوا على بالكم هاي دائما تجي في امتحانات الفاينل. dry mouth is able or good place for survival and colonization of microorganisms. السلايفة شنو دورها؟ السلايفة دورها الدنيا ترطب الماوث. ناخذ كم كلمة عن السلايفة قبل لا نروح إلى أنواع البكتيريا. مين اللي البكتيريا منهم قلنا؟ مايكرو جرام بوزيتيف مايكرو أورجانيزم. اثنين جرام نيجاتيف رود. ثلاثة ايست. كلها هاي وين موجودة؟ بالسلايفة. من يعرف السلايفة؟ اورال فلويد. اورال فلويد. شبيه هذا الاورال فلويد؟ ما
Gram negative bacteria species هاي قلناها and yeast.
In addition, composition of oral microflora will change as the biology of the mouth alters over time. ليش تغير البيولوجي of the mouth؟ لأي سبب؟ Food. تغير الميكروفلورا. Health of the patient. نعم dry mouth أيضا تغير كل أنواع البكتيريا حسب ال environment of the mouth. فإذا هاي resident microflora may be changed according to the oral health of the patient of the person. Example, tooth surface provide distinct binding factors for microorganisms. الميكروفورم شو يصير الاتاتشمنت مالت التوث سيرفيس؟ على البلاك هو البلاك موجود على التوث سيرفيس شلون ما يصير الالتصاق اتاتشمنت؟ بالبليكوم اول عامل يتكون هو البليكوم من يقول لي خلال كم دقيقه يتكون البرايمري بليكوم؟ 4 to 5 minutes تتكون البرايمري بليكوم من يقول لي شنو تركيب البرايمري بليكوم؟ الاورجانيك بيز نعم بس جرام بوزيتيف؟ لا هي ما بيها اي بكتيريا انتبهوا علي البليكوم ما بيها اي مايكرو اورجانيزم هي عباره عن الاورجانيك بارت تجي من السلايفة وتصير اتاش تو ذا توث سيرفيس then the micro organism will become precipitated on the primary pellicle. I hear tooth surface. Non-shedding. تجي منه الorganic part from the saliva. دائما تجي بالMCQ منين تجي الorganic part أو primary pellicle. منين تتكون أساسا من السلايفة تجي تترسب على التوث surface. خلال 4 to 5 minutes. Then the microorganism from the saliva come and precipitate over the primary pellicle forming the biofilm or what we call a dental plaque. واضح؟ طبعا اول نوع من البكتيريا تجي تترسب على البرايمري بيليكل منه ترامبوزيت خصوصا الكوكسل. ليش؟ لانه صغيرة and round. Small and round. So the precipitation of coccyl will be first seen over the primary pellicle. إذا هسا عرفنا tooth, primary pellicle, أنواع اللي راح تجي من ال environment, saliva, وتجي تاخذ مكانها على the tooth surface. إيش قد درجة الحرارة مالت السلايفة؟ 35 to 36. يعني الجسم هو 37 هي أقل منها شوية. 35 to 36. وش قد الـ pH مالته؟ الـ pH قبل كانوا يقولون 5.5 إلى 6.5، هسه يقولون 6 سلايفة pH 6.75 إلى 7. وهذا هو الرينج، هذا هم يجي دائما بالأمسكي. هاي صارت المقدمة الموضوع مالتنا. هسه نجي على الاكوزيشن اللي قلت لكم عليها، هي عبارة عن vertical transmission of bacteria from the mother to the child. صارت بحوث عن جدت مناقشة مع طلاب ماجستير، أخذوا مساحات السلايفة مالت الأم وأخذوا من السلايفة مالت الشايلد وسووا comparison، فشافوا 90% أنه المايكرو أورجانزم مالت الأم هي نفسها الموجودة في الشايلد، وأخذوا من الفادر شافوا ماكو غير 20% بس التناسب بين التايبس او نيجي على انواع البكتيريا الموجوده. قلنا الجرام بوزيتيف مين اللي هي منو؟ بالنسبة لنا كوكساي صحيح، بس يا أنواع شنو اسمها؟ ستريبتوكوكس ميوتوس. هاي هي أساس عملنا كلنا، هاي ستريبتوكوكس ميوتوس.
لأنه هي المسبب الرئيسي للدنتال كيرس. مو جنجيفايتس، دنتال كيرس. ستريبتوكوكس بعد غير ستريبتوكوكس ميوتانس، ستريبتوكوكس سيليفيريس هاي سامعين بيها، وستريبتوكوكس مايتس وستريبتوكوكس أورالس. فصار عندنا أربعة ميوتانس وسيليفيريس ومايتس وأورالس. أوكي؟ والثاني جرام نيجاتيف أبير اللي يشمل بري فوتيلا ميلانينوجيكا الاسم طويل فيوزوفار بكتيريا نيوكلياتا ما يبقى من عرفة وبيولينيلا سبيشيوس ثلاث أنواع حفظوها هاي جرام نيجاتيف بكتيريا نحفظها باختصارات بعدين نعم نحفظها باختصارات في في ايش في المنتج بس أول واحدة صعبة بري فوتيلا ميلانينوجينيكا بس هاي صعبة. يصير إيرابشن أوف ذا تير. بس إحنا قلنا هذا كله بعدها بالبيبي. ست شهور راح يصير الإيرابشن أوف ذا تير فراح تطلع أنواع جديدة من البكتيريا بالمعرفة. Because teeth provide the only non-shedding surface. هسنجي ميوتنس كريبتوكوكاي and sanguis generally only appear in the normal mouth يعني مو ديزيز mouth بالنورمال mouth موجود اللي هي منه السانجويز والميوتنس كريبتوكوكاي هاي صديقتنا بس هي في الحقيقة جدا خبيثة هاي بعدين سنأخذ محاضرة على البروبرتيز of كريبتوكوكاس ميوتنس يعني عندها فت صفات خمسة ستة تجعلها يعني لا يمكن القضاء عليها بالمرض ولهذا هي تسبب لنا الدنتال كيريز يعني حتى في أطباء الأسنان شقد يقدرون يفرجون شقد ناس تعتين بأسنانه ما يقدرون يفرجون ولهذا أنا أقول دائما لا تنسوا هاي الخبيثة ستريبتوكوكس ميوتانس لأنه مدمرة The flow of gingival crevicular fluid تعرفوا جنجايبال Around the gingival margin provides a source of essential nutrients for many obligate and erode. السائل gingival crevice fluid اللي موجود داخل البوكت هذا يزود nutrients in من للانيرود. طبعا من بأنه هو داخل يعني ما رح يوصل لأكسجين. بس قلناها القرية كلها نيرود. بس اللي بداخل البوكت inside the fusiform bacteria وغيرها هي ال essential for many obligate and pure. ودائما نسأل من الطلاب إنهم شو الفرق بين سوبر جينجيفال كالكولاس وسب جينجيفال كالكولاس؟ هاي أنيروبيك. فالكلام مال الكالكولاس راح يختلف. السوبر جينجيفال شو الكلام مالته؟ وايتش يلو. وايتش يلوش. برامش على جرينش ليش جرين؟ لأنه ماكو أكسجين عن إيروب البكتيريا فتصير الكلام مالتها جرينش على جرينش زين شن هي المواقع والأحداث اللي تصير بالموت اللي تخلي هاي البكتيريا تتغير نيجي على الإندرلي بيبو شي صار عندهم الإندرلي بيبو واحد يكبر بالعمر كل السلايبة مالته فش يصير good medium for colonization of bacteria. حسب لما يلبسون دنجر هذا الدنجر جوا ايش راح يخليه بما انه الحركة قليلة وما يجي هواء الاكسجين للبكتيريا فعندنا نوعين اللي يصير عندهم اللي هي اليست وال ستافيلوكوكس ستافيلوكوكس اكو نوعين ستافيلوكوكس والانتيروبكتيريا شو تسميها؟ تسميها بكتيريا خارجية يعني ما موجودة عايشة اصلا بالمعرض هي خارجية تجي فإذا دخلت الأمعاء تسوي إسهال تسوي مغص هاي يسمونها انتيروبكتيريا فناخذ دائما دراجز العفو ميديسن حتى توقف لنا الإسهال لأنه يعني راح تقضي على هاي النوع من البكتيريا فهي بكتيريا خارجية ستاف يسوي أمراض جلدية أكثر بس بالماوث لا
older people are also more likely to be on long-term medication. اللي عندهم أدوية السكر، اللي عندهم أدوية الضغط، long period. تسوي لهم change بالمايكروفلورا. Okay. والسايد إفكت طبعاً سببها هي reduced salivary flow مثل ما قلنا. كذلك الـ frequent sugar consumption أيضا يغير المايكرو فلورا of the mouth. إذا عندنا dryness elderly people with dentures مالتهم، وعندنا الـ frequent sugar consumption، هاي الأسباب اللي تغير لنا الـ mouth condition. The tongue has a higher papillated surface, papillated, providing protection in the crevice to fastidious bacteria. إذا يا نوعي شجع يتكون على التانغ fastidious bacteria. شو كلمة fastidious؟ سريعة؟ لا مو سريعة. كلمة fastidious يعني بالعربي شو نقول عليها؟ المهم يعني هي اوبليجيت ان ايروبيك بكتيريا، اوبليجيت ان ايروبيك تتكون على التن لانه التن بابليتد. يعني شنو معناه بابليتد؟ يعني بيفت اندر كاتس تدخل البكتيريا بيه وتعشعش بيه. ولهذا الاطباء من يفحصون اول ما يقولوا طلع لسان، اذا عليها طبقه كيراتين، إذا عليه هيري تانك، إذا أكو ريدنس، إذا أكو ألسريشن بالتانك، هاي كلها تعني شيء. بس هاي الجروبس بالفيشرز a good medium for colonization of bacteria. أوكي؟ اللي هي نسميها الأوبليكيت أند إيروبس. نجي على الإيكولوجيكال فاكتورز affecting the growth and metabolism of oral bacteria. The mouth provides both friendly and hostile environment for microbial growth. Resident oral microorganisms are adapted to use endogenous host-derived nutrients for growth. يعني هذا الغذاء اللي يجي البكتيريا منين يجي؟ أكيد من السلايفا. والعامل الثاني هو الفود. حصل فيه fermentation ويصير release of lactic acid which will cause dental caries. يعني يسوي demineralization of the tooth structure. Readily fermentable sugars such as glucose, fructose and sucrose. Glucose, fructose, sucrose هي أنواع اللي نسميها readily fermentable sugars. بسرعة بالمعرض يصير فيها fermentation. The mouth is overtly aerobic and yet obligate anaerobic and facultative anaerobic are able to persist within biofilm on oral surfaces, the tongue and teeth. Saliva plays a role in regulating the growth and metabolic activity of the oral microflora. السلايفة تلعب دور في تنظيم الجروس مالت البكتيريا، لأن هي تغذيها وهي تعشعش فيها. فأي شيء بالسلايفة راح يغير الجروس مالت البكتيريا. السلايفة هاي شرحناها contains glycoproteins and the protein act as a primary source of carbohydrates, amino acid for microbial growth. Bacteria cooperate to degrade the oli. Oligosaccharide side chains of glycoproteins, such as mucin. Acid is produced relatively slow from the metabolism of these compounds. The risk of inhumanity in NAMA considered a sufficient source of the material to sustain the growth
of natural and diverse all microflora in the absence of other ingredients. A carbohydrate-rich diet increases the acid production and the growth rate of many oral bacteria. إذا كل ما أخذ هو وايد كربوهيدرات راح يوفر غذاء للبكتيريا وللجروث مالتها وراح تنمو ويصير عددها أكثر وبالتالي راح يصير دم بكتيريا أكثر. يقول يعني كريزات في هذا الحجي أنا أنه الشخص اللي ما يفرج ويأكل سكريات هواية إذا أخذنا مسحة من الدنتال بلاك من عنده فنشوف الوزن والثكنس أو الدنتال بلاك أضعاف الشخص الآخر اللي هو ما يأكل كربوهيدرات هو يعني عن طريق البحوث والشافوا هذا الشيء كل ما واحد يأكل كربوهيدرات أكثر الثكنس مالته بلاك راح يكون أكثر. وين الخزن على السكريات اللي واحد ياخذها؟ داخل الصيام يسموها intracellular glycogen complex intracellular تخزن كل ما البكتيريا تريد غذاء لها هاي ايش راح تسوي؟ تطلع من المخزن من ستور تطفيها. ولهذا الواحد ياكل سكريات هواي ليش؟ لانه تنخزن من تنخزن شو وقت ما تريد البكتيريا راح يطلع يمضيها اذا معناها تبقى عايشه ما راح تموت هاي البكتيريا دائما تسبب لنا امراض ومن ضمنها الدخان كبس. بس هسه قبل ما نستعمل هواية المدن طلقة يستعملون بايو فوم أصح يعني بس ما نعرفه it's an aggregation of bacteria I support نقول عرف المدن طلقة aggregation of bacteria وبعدين نجي على التفاصيل it will be precipitated on the surfaces of the teeth and other oral structure. شو نقصد بالother oral structure؟ Primary pellicle, which is the organic base on which the microorganism will be precipitated. It formed within 4 to 5 minutes after prophylaxis. هسه بس مختصر مفيد راح نراجع the steps of biofilm formation. أول شيء قلنا pellicle formation. اثنين attachment of single bacterial cells within 0 to 24 hours. يعني خلال اليوم الأول راح يصير attachment of single bacterial cell. It is a reversible attachment. تقصد reversible attachment. Prophylaxis or by scaling and polishing it can be. The growth of attached bacteria by specific molecules on their cells interact with the complementary receptors and proteins on the pellicle surface leading to the formation of distinct microcolonies. من 4 إلى 24 ورا اليوم إلى 4 أيام راح يصير more precipitation of bacterial cells. 4 microbial succession and co-adhesion leading to increased species diversity concomitant with continued growth of microorganisms. In يوم إلى 7 أيام. شو يصير؟
الاكتينومايسيس الخمائر اليست، ولهذا نوع الرائحة تصير إذا واحد مثلا سبع أيام قاتلة، لأنه اليست لها ريحة كلش طبيعية. يعني أول يوم جرام بوزيتيف، ثاني يوم تصير بروت أكثر، بس بسبعة أيام راح تصير ريحة بعدين يصير الماتور باي اوفن 1 ويك اور اولدر ان يو سينثيسيس اوف اكسترا بولي ساكرايد، بعد سبعة ايام يصير اكسترا بولي ساكرايد باي اوفن فورميشن از ا هاي ديناميك بروسيس اند ذات اتاكمنت بروسيس ريموفال اند دي اتاكمنت اوف ذا بس هذا خلينا خلينا احنا بيها شرح يعني مو ضروري دكتور، يعني بد تفاصيل جدا مزعجة والله. ايش تحول هو طالب عامل ماجستير لو دكتوراه صفحة خمسة remnants of cell wall يعني بالتفاصيل دي البكتيريا Thank you.
هي شرح ما إلى أي داعي. My God is succession. يعني هذا بالماجستير ما قال قال صرداد يعني بس هي كليتين محاضرات هي شطارة والطالب مش رح يتقدم هذا رح يتقدم الأشياء المهمة مو يقعد يقرأ هاي الشروحات الطويلة شو استفاد ولد يتعلم شلون يسوي فود سكانينج اند بولش يتعلم شلون يسوي فود فيشر سيلر يتعلم يسوي فلورايد ابلكيشن هذا الطالب مو بيله مو يعرف تفاصيل البكتيريا وعقدها بالماء هاي مهمة هاي الأخيرة انتبهوا علي from studies there is a specific type of bacteria to develop dental caries following type of tooth surface smooth surface لازم تعرفون على كل سيرفس يا نوع من البكتيريا السموث منه هسه قلنا قبل شوية ميوتوكوكس الآن سيلفيرس أنواعها السيلفيرس والأكتينوماسيس همين اثنين الأوكلوجر فيشرز منه هم ميوتوس وسانجويز لاكتوباسيلاي وأكتينوماي يعني الفرق صار عندنا اللاكتوباسيلاي زاد نفس الأنواع الأولى بس بوقها لاكتوباسيلاي الأفروكسيون سيرفس عندنا الأكتينوميسيس همينة وغرام نيجاتيف وفيور ستريبتوكوكاي انتر بروكزيمال أكتينوميسيس وغرام نيجاتيف بكتيريا الروت هي اللي تدخل انتر بروكزيمال سيرفايكال سيرفيس منو أكتينوميسيس سبيشيز والأن إيروبيك بكتيريا هاي تحطوا هذي إن شاء الله تفاصيل مو هاي المحاضرة الثالثة إن شاء الله الأسبوع القادم نأخذ محاضرة هي نفس الأجزاء يلا هاي نفس الأجزاء